السلام عليكم شباب تانية ثانوي، معاكم مستر محمد مجد. احنا النهاردة مع بعض في حل موديل 2. طبعا لازم أأكد قبل ما نبدأ نحل موديل 2 إن احنا نازل فيديوهات ريفيجن موجودة، هتلاقي سامري لكل فرع، وهتلاقي أسئلة موجودة على الفروع هي كمان. ولازم أأكد برضو على نقطة إن حضرتك لازم قبل ما تتفرج على الحل لازم تبقى أنت حالل بإيديك، ويا دوبك سايب بس الأسئلة اللي واقفة قصادك، أو بتشغل كل سؤال وتحله أنت الأول وبعد كده تشوف أنا فكرت فيه إزاي أو بدأت أحل فيه إزاي. integration ل x باور 2 بلس 3x اوفر x بالنسبه لل x. طيب احنا اتفقنا ان انا ادام عندي integration لو في operation time او divide موجوده عندي لازم اعملها الاول. فال x باور 2 بلس 3x دي معمول لها divided by ال x، فوزع ال divide x على الاثنين، يعني دي بقت x باور 2 اوفر x بلس 3 اوفر x. ايه الكلام ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لل x. طيب x باور 2 اوفر x بكام؟ بx، ما هو في الديفايد بعمل ماينس ل 1 للباور. طب 3x اوفر x الانسر هيديني 3. طب انا عايز اعمل لها ايه؟ عايز اعمل لها انتجريشن بالنسبه للاكس. طيب اتفقنا في الانتجريشن ايه اللي انا بعمله؟ بزود 1 على الباور واعمل ديفايدد باي على الباور الجديد. يعني انا هنا x باور 1 زودت عليها 1 بقى اسمها x باور 2 واعمل ديفايدد باي على 2 بلس. طب هنا ما كانش فيه x، لا بزود x المفروض اعمل ديفايدد باي لل 1 اللي انا بعد كده هعملها بسرعه. الكلام ده بلس مين؟ الكلام ده بلس سي. طب يعني ايه اكس سكوير اوفر 2؟ يعني هاف اكس سكوير بلس 3 اكس بلس سي. هاف اكس سكوير بلس 3 اكس بلس سي، الكلام ده اللي هو لتر مين؟ الكلام ده اللي هو لتر بي. ذا سولوشن سيت اوف ذا ايكويشن 11 سي ار و 11 سي 2 ار بلس 2. احنا اتفقنا اتفاق ان انا لو عندي في الكومبينيشن، لو انا عندي اللي فوق زي بعض، ده معناها ان المساله عندي ليها اجابتين، يا اما الار قد 2r بلس 2، يا اما الار يا اما السم بتاعهم قد اللي فوق، يعني السم بتاعهم قد ال 11. طيب انا عشان احل الشكل ده محتاج اعمل ايه؟ قال لي ده انا محتاج اجيب ال 2r السايد ده، فهتبقى نيجاتيف 2r، يبقى نيجاتيف 2r بلس الار ايكوال 2. طيب يعني نيجاتيف r ايكوال مين؟ ايكوال 2. طب ما النيجاتيف 1 ده تايم يروح السايد الثاني يبقى ديفايد، يبقى ال r ايكوال مين؟ ايكوال نيجاتيف 2، والكلام ده ريفيوزد، لان في الحاله دي ال r هنا هتبقى نيجاتيف 2، ده ما ينفعش يبقى بنيجاتيف. طيب تعال نشوف بقى الكيس الثانيه، r بلس 2r ب 3r. طب ال 2 دي بلس تروح السايد الثاني تبقى ماينس، 11 ماينس 2 ادتني 9. طيب 3 تايم ال r، فال 3 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى ال r ايكوال 9 اوفر 3. طب ال 9 اوفر 3 دي اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 3. ده معناها ان الار السوليوشن سيت بتاعتي هتبقى الار عباره عن مين؟ هتبقى الار عباره عن 3 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر اي. بيقول لي اف الاي والبي والسي والدي والاي ار بوزيتيف نمبرز فورمينج ا جيومتريك سيكونس، ذن ذا جيومتريك مين اوف ذيس تيرمز از. مين هو الجيومتريك مين؟ الجيومتريك مين بيبقى الموجود في النص. فانا هنا مين اللي موجود في النص؟ الموجود في النص هو السي، يبقى الجيومتريك مين بالنسبه للترمز دي هو مين؟ هو السي اللي هي لتر اي. If side lengths of the triangle are x و x plus 2 و 2x minus 2 where x greater than or equal 3 then the area of triangle. طبعا احنا عارفين ان الاريا بتاعت التراينجل هي عباره عن سكوير روت. سكوير روت لمين؟ سكوير روت للبي تايم بي ماينس اي تايم بي ماينس بي تايم بي ماينس سي. طب مين هي البي؟ البي هي هاف البريمتر، هي هاف البريمتر. يبقى انا اول حاجه محتاج اجيبها، ادي ده كده السايد الاولاني وده السايد الثاني وده السايد الثالث، انا محتاج اجيب البي اللي هي هاف البريمتر. طيب يبقى هاف تايم اكس وافتح براكت كده اكس بلس اكس بلس 2 بلس 2 اكس ماينس 2. ادي هاف تايم اكس واكس 2 اكس و2 اكس يعني 4 اكس. ماشي ادي 2 والنيجاتيف 2 الاثنين راحوا مع بعض، يبقى هاف تايم 4 اكس يبقى الانسر كام؟ الانسر 2 اكس. طيب يبقى الاريا عباره عن مين؟ عباره عن سكوير روت ل 2 اكس تايم بي ماينس اي يعني 2 اكس ماينس اكس، ودي 2 اكس ماينس اكس بلس 2 يعني ماينس اكس ماينس 2 تايم 2 اكس ماينس 2 اكس بلس 2. تعالى بقى نشوف الشكل ده هيبقى زي مين من دول. هنسيب ال 2x دلوقتي بره. طيب 2x ماينس x بكام x؟ بx واحدة. طيب 2x ماينس x بx واحدة بس ماينس 2. طيب 2x ماينس 2x ب 2. طيب جميل. ال 2 دي بقى طبعا هي 2x راحت مع النيجاتيف 2x واتبقى لي 2.
2 تايم 2 اكس. انا هحاول اوصل بقى للشكل اللي ايه اللي موجود ده، 2 تايم 2 اكس ب 4 اكس. طيب 4 اكس تايم اكس ب 4 اكس سكوير تايم اكس ماينس 2. طيب ما انا اعمل سكوير روت لل 4 اكس سكوير، يعني 2 اكس تايم سكوير روت لاكس ماينس 2. يبقى الانسر بتاعي 2 اكس تايم سكوير روت لاكس ماينس 2 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر دي. If the x was 7 and the y form an arithmetic sequence and the x plus 2 will 5 and the y minus 6 form a geometric sequence then y minus x. طيب يعني هو مديني arithmetic sequence ومديني geometric sequence وعايز يجيب ال y minus x، يعني انا عايز اجيب ال x بكام وعايز اجيب ال y بكام. طيب ايه الريليشن اللي انا اقدر اطلعها ما بين ال x وال 7 وال y؟ ان ال 7 هتبقى مين؟ هتبقى ال arithmetic mean. يعني ال 7 دي هي عباره عن x بلس y اوفر 2. الكلام ده ايكوال مين؟ الكلام ده ايكوال 7. لما نعمل كروس مالتيبليكيشن فهقدر اوصل ان ال x بلس y هتبقى ايكوال كام؟ هتبقى ايكوال 14. طيب في نفس الوقت انا مديني ان ال x بلس 2 وال 5 وال y ماينس 6 دي جيومتريك سيكونس. طب ده معناه ايه؟ معناه ان اللي في النص باور 2، ان ده كده ان ال 5 ده هو عباره عن مين؟ عن جيومتريك مين. طب الجيومتريك مين باور 2، يعني 5 باور 2 اللي هي كام؟ اللي هي 25. هتبقى قد x بلس 2 تايم y ماينس 6. طيب انا عندي هنا الريليشن دي فيها x وفيها y وهنا في x وفي y، فاعمل سبستيتيوشن. ال y ده بوزيتيف هيروح السايد الثاني يبقى نيجاتيف، يبقى ال x ايكوال 14 ماينس y. طيب يبقى انا هشيل ال x دي واحط مكانها 14 ماينس y، يبقى 25 ايكوال ادي 14 ماينس y بلس 2 الكلام ده تايم y ماينس 6. يعني ال y minus 6 تايم 14 بلس 2 ب 16 minus y التايم ده كان ايكوال كام؟ كان ايكوال 25. تعالى بقى نعمل التايم ده y تايم 16 ب 16 y تايم نيجاتيف y بنيجاتيف y بار 2 نيجاتيف 6 تايم نيجاتيف 6 تايم 16 بنيجاتيف 96 نيجاتيف 6 تايم نيجاتيف y ببوزيتيف 6 y. الكلام ده ايكوال كام؟ الكلام ده ايكوال 25. طيب مش انا عندي y باور 2 وعندي y، طب ما نجمع كل دول في السايد الثاني عشان ما يبقاش عندي نيجاتيف. النيجاتيف y باور 2 هتيجي هنا تبقى بوزيتيف، يبقى انا عندي y باور 2. طيب عندي 16 و 6 ب 22، لما تروح السايد الثاني تبقى نيجاتيف 22y ماينس 96، لما تروح السايد الثاني تبقى بلس 96، وهتلاقي 25 يبقى 121 ايكوال 0. عملنا فاكتورايز على الكالكليتر اديتني الواي ب 11، اديتني الواي بكام؟ ب 11. طب ادام الواي طلعت ب 11 اقدر اجيب الاكس؟ اه، قلت له الاكس عباره عن 14 ماينس 11، يعني الاكس بكام؟ ب 3. طب هو كان عايز ايه؟ عايز واي ماينس اكس، يعني عايز 11 ماينس 3 اللي هي ايكوال كام؟ اللي هي ايكوال 8 لتر مين؟ لتر بي. بيقول لنا هنا ايه؟ ساين 75 ساين 75 ماينس كوزاين 75 كوزاين 75. طب انا الرول بتاعتي اللي فيها ايه؟ كوزين كوزين ساين ساين، دي رول الكوزين. طيب يبقى انا يا مستر لازم بس ايه هرتب شكل الكلام ده، ادي نيجاتيف كوزين 75 انا عايز ابدا بالكوزين، وادي كوزين 675 بلس ساين 75 ساين 75. طيب يا مستر ما الرول ساين كوزين كوزين ساين ساين، طب ما ناخد النيجاتيف كومن اهو. لما اخد من هنا نيجاتيف كومن مين اللي هيتبقى لي؟ ما هو ده كده كان نيجاتيف، خدته بقى بوزيتيف اهو. طيب دي كانت بوزيتيف، لما اخد بينها نيجاتيف يتبقى لي مين؟ نيجاتيف. طيب كوزين كوزين ساين ساين دي رول الكوزين. طيب رول الكوزين اللي في النص بيتشال، يعني دي كده هتبقى كوزين 75 بلس 75. ليه يا مستر بلس؟ ما هو عشان الرول في النص كان ماينس، ادام اللي في النص ماينس يبقى الماينس بيتشقلب ويبقى بلس، يبقى نيجاتيف كوزاين 75 و75 ب150، نيجاتيف كوزاين 150 اللي هي تطلع كام؟ هتطلع روت 3 اوفر 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. If الA and الB are two acute angles and tan A ب5 over 6، يعني انا هنا عندي tan A بكام؟ ب 5 over 6 وعندي tan b ب 1 over 11 وعايز اجيب الانجل a بلس b دي بكام؟ قلت له طب ما تمام انا معايا tan a و tan b، ما اجيب tan للسم، يعني اقدر اجيب tan a بلس b. طب ايه الرول بتاعتي؟
قال لي تان ايه، مش دي بلس، يبقى بلس تان بي اوفر 1 ادام بلس، يبقى هنا ماينس. ماينس مين؟ تان ايه تان بي. طيب مين هي التان ايه؟ 5 اوفر 6 بلس مين هي التان بي؟ 1 اوفر 11. طيب 1 ماينس التان ايه 5 اوفر 6 تايم 1 اوفر 11. لقيت الانسر ده كله على الكالكوليتر اداني مين؟ اداني 1. طب هو بيقول لي ان الاي والبي دول اكيوت انجلز، يعني السام بتاعهم ده هيديني فين؟ هيديني برده في الايه؟ في الفيرست كواد. يبقى الاي بلس البي هي عباره عن شيفت تان 1. طيب شيفت تان 1 يبقى بكام؟ ب 45. يبقى الاي بلس البي ايكوال كام؟ ايكوال 45 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. اف الاس ان از سم اوف ذا فيرست ان تيرمز فروم ان ارثمتيك سيكونس، وكانت الاس 2 ان ايكوال 3 اس ان. الاس ان دي هي سم بتاع عدد من التيرمز. طب الاس 2 ان هي السم بتاع عدد 2 ان. طب الاس 3 ان هي السم بتاع عدد 3 ان. طيب هو عايز الريشيو بتوين الاس 3 ان والاس ان. طيب الاول بس مين هي الرولز بتاعت الاس ان؟ انا عندي 2 رولز للاس ان، ان اوفر 2 تايم اي بلس ال. الاي الفيرست تيرم والاي لاست تيرم، والان هو عدد التيرمز اوفر 2. ونفس الاس ان اقدر اجيبها عن طريق ان اوفر 2 تايم 2 اي بلس ان ماينس 1 تايم دي. طبعا انا عايز اجيب الاس 2 ان وعايز اجيب الاس 3 ان واعمل ريليشن ما بينهم، فيبقى الرول الاولانيه دي مش هتفيدني في حاجه. ليه؟ هي البدايه بتاعتهم واحده بس النهايه بتاعتهم مش واحده. طيب يبقى ال ال هنا هتبقى ال ال غير في ال ال مختلف عن ال 2 ان، وال ان وال ال مختلف عن ال 3 ان، فبالتالي هستخدم الرول اللي تحت. فدي كده اسمها الاس ان. طب مين هي الاس 2 ان؟ قال لي الاس 2 ان ده معناه ان انا بكتب نفس الرول بس بدل ما بستخدم ان بستخدم 2 ان. يبقى 2 ان اوفر 2 تايم 2 اي بلس 2 ان ماينس 1 تايم دي. طيب مين هي الاس 3 ان؟ قال لي الاس 3 ان يبقى هستخدم بدل الان هستخدم 3 ان. يبقى 3 ان اوفر 2 تايم 2 اي بلس 3 ان ماينس 1 تايم دي. قال لي طب اول ريليشن عندي بقى، اول ريليشن عندي بيقول ان الاس 2 ان ايكوال 3 اس ان. قلت له فين الاس 2 ان؟ قال لي الاس 2 ان دي اللي هي ان 2 ان اوفر ان، فال 2 دي هتروح مع ال 2 هيتبقى لي ان اوفر تايم مين؟ تايم 2 اي بلس، ندخل الدي بقى على الاثنين فيبقى هنا عندي مين؟ 2 ان دي ماينس دي. طيب الكلام ده كان قد مين؟ كان قد ال 3، كان قد ال 3، كان قد ال n اوفر 2، ما هو ال s n يبقى n اوفر 2 تايم 2 a وندخل ال n جوه، يبقى احنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على n d ماينس d. طيب تعالى بقى عايزين نوصل من ده للسمبلس فورم، ادي ال n دي هتروح مع ال n دي. طيب بعدين يبقى هنا مين متبقي؟ متبقي 2 a بلس 2 n d ماينس d ايكوال. طيب هنا متبقي مين؟ 3 اوفر 2، 3 اوفر 2 دي ادخلها جوه، 3 over 2 تايم 2 ب 3 يبقى متبقي هنا 3 a، 3 over 2 تايم n دي ب 3 over 2 n دي ماينس 3 over 2 دي. طيب بعدين عايزين نجيب ريليشن بالكلام ده. طيب تعالى بس كده نعمل ايه؟ نجمع. طيب عشان نشوف الشكل اللي احنا عايزينه تعالى نشوف الريشيو برضو ايه، عشان نشوف انا عايز من دي هقدر استفاد من ايه. تعالى نشوف اللي هي الاس 3 ان تو 3 تو ان، اس 3 ان اوفر اس ان. مين هي الاس 3 ان؟ ال 3 ان اوفر 2 تايم 2 اي، ندخل الدي على الاثنين دول فتبقى ماي بلس 3 ان دي ماينس دي. طيب تمام، تحت في مين بقى؟ ان، يبقى ان اوفر 2 تايم تايم مين؟ تايم 2 اي، ندخل ال دي على الاثنين تبقى ان دي ماينس دي. طيب ادي دي ان اوفر 2 ادي دي ان اوفر 2 راحوا مع بعض، ال 3 ادخلها على الاثنين. طيب يبقى انا هنا عندي مين؟ عندي 3، عندي 3 تايم 2 اي بلس 3 ان دي ماينس دي.
over 2a plus nd minus d. طيب انا عايز اوصل من الكلام ده لشكل معين. طيب قال لي بص بقى يا مستر، انا هعمل ايه؟ انا هجمع كل دول في نفس السايد، اجمع كل دول في نفس السايد، فاجيب دي هنا واجيب دي هنا واجيب دي هنا. 3a minus a minus 2a بايه واحده، 3 over 2 ND minus 2 ND يبقى minus half ND. طيب وبعدين دي هنا بلس، تبقى negative 3 over 2 D plus 1 يعني negative half D. الكلام ده كده equal 0. طيب ما نعمل time 2، تبقى ال 2A minus ND minus D، الكلام ده equal 0. نودي ده السايد التاني، تبقى ال 2A عبارة عن ND plus D. يبقى أي 2A هتقابلني هشيلها وأحط مكانها مين؟ ND plus D. تمام، قلت له add 3 time، أنا هشيل ال 2A وأحط مكانها ND plus D plus 3 ND minus D. طيب أشيل ال 2A وأحط مكانها ND plus D plus ND minus D. يا فرج الله، أهي مشيت أهي. أدي النيجاتيف إن دي هتروح مع البوستيف إن دي، أدي النيجاتيف النيجاتيف دي سوري هتروح مع البوستيف دي، النيجاتيف دي هتروح مع البوستيف دي. طب مين متبقي لي فوق؟ إن دي بلس 3 إن دي ب 4 إن دي. طيب تحت إن دي وإن دي ب 2 إن دي. طيب 3 تايم 4 ب 12 إن دي أوفر 2 إن دي. الإن دي هتطير مع الإن دي، 12 ديفايدد باي 2 ب 6. يبقى الأنسر هنا كام؟ الأنسر هنا 6. طيب الصعوبة هنا كانت وصلنا في إيه؟ الصعوبة يمكن هنا في الـ في التايم هاف اللي أنا عملته ده، أو فين؟ في السمبلس فورم مثلا. السمبلس فورم ده، ده أنا هنا لو ما كنتش عملته كان هيسهل عليا الدنيا، كان هيسهل عليا الدنيا أكتر يعني. بس برضو أنا أول لما بلاقي فراكشن وعايز أخلص منه بعمل تايم في الدينومينيتور اللي تحت، فعمل تايم 2، فدي بقت 2a minus nd minus d equal 0. طيب أنا كنت سبت الجزء ده واشتغلت هنا على أساس أنا أعرف أنا عايز أوصل لإيه. طيب أنا هنا لقيت نفسي 2a minus nd minus d، وديت الاتنين السايد التاني فبقت 2a nd plus d. طيب جيت بقى بعد كده شلت ال 2a وحطيت مكانها nd plus d ND plus D، وقدرت أجمع لحد في الآخر وصلت ل 6. The number of ways that 5 students can sit on 7 sets in one room. طيب هي النقطة بالنسبة لي دلوقتي هو إن أنا لما أجي أفكر أحل سؤال زي ده، استعمل permutation ولا combination؟ طيب أنا عندي 7 sets وقعد فيهم 5 students. طيب أكيد الشخص اللي هيقعد في السيت ده مش هيقوم يقعد هنا تاني، ما هو الشخص اللي هيقعد هنا خلاص هو غير الشخص اللي هيقعد هنا. كاني بعمل ايه؟ كاني معايا 7 ديجيتس وعايز اقعدهم في ايه؟ في 5 ديجيتس. طيب يبقى انا هنا بتكلم على مين؟ بتكلم على برميتيشن. انا معايا 7 سيتس وعايز اقعد فيهم كم ستودنت؟ عايز اقعد فيهم 5 ستودنت. يبقى احنا هنا بنتكلم على مين؟ على 7b5. على 7b5 انا سيمنتك سيكونس هو 6 تيرم 20، and the ratio between the fourth term and the tenth term equal 4 to 7. Then the sum of the first 15 terms starting from its third term equal what؟ طيب أول حاجة ده arithmetic sequence. طيب بيقول لك T6 equal 20، يبقى أنا معايا مين؟ معايا A plus 5D، الكلام ده equal 20. طيب إيه اللي معايا تاني؟ ratio between the fourth term and the tenth term، يعني T4 to T10 الكلام ده equal مين؟ الكلام ده equal 4 to 7. طيب يبقى انا هنا هقدر اقول له ايه؟ هقدر اقول له A plus 3D over A plus 9D الكلام ده equal 4 over 7. طيب انا علشان اقدر اجيب ال A وال D محتاج هنا ايه؟ محتاج 2 equations، ادي دي الاولانية ومحتاج من هنا اعمل التانية، فاعمل cross multiplication. 7 times ال A ب 7A، 7 times 3 ب 21D. طيب 4 times A ب 4A، 4 times 9D
B36D. نجيب ال 3 هنا ونجيب ال 21 هنا، ال 4 هنا سوري ونجيب ال 21 هنا. 7A minus 4A يبقى 7A minus 4A، الكلام ده equal 36 minus 21D. 36D minus 21D. 7A minus 4A ب 3A equal 36 minus 21 بكام؟ ب 15D. ال 3D تايم تروح السايد تاني تبقى ديفايد، يبقى ال A equal 5D. والله انا ممكن اشيل هنا ال A واحط مكانها 5D واكمل بدماغي، يا اما ادخل ال 5D جوه واعمل فاكتورايزر واعمل سولفنج بالكالكليتور مود 5.1، بس انا هنا هستخدم ال A equal 5D. سبستيتيوت هنا يبقى 5D بلس 5D، الكلام ده ايكوال 20. 5D و 5D يعني 10D ايكوال 20، يعني دي ايكوال كام؟ يعني دي ايكوال 2. ادام الدي ب 2 يبقى الاي ايكوال 5D، يعني 5 تايم 2 يبقى الاي ب 10. هو عايز ايه بقى؟ عايز السم، عايز السم بتاع الفيرست 15 تيرمز، يعني عايز اس 15 starting from the third term. starting from the third term قلت له اول حاجه يبقى انا عايز اس 15، يبقى ايه؟ يبقى n over 2 تايم 2a بلس n minus 1 تايم d. طيب ال n over 2 اللي هي كام؟ قال لي ال n over 2 اللي هي كام؟ 15 over 2. طيب مين ال 2a؟ قال لي ال a ده هنا الفيرست تيرم مش ال 10، هو قال لي start from ال t3، فقلت له انا الاول هجيب ال t3. ال t3 يعني a بلس 2d، ال a اللي هي 10 ودي 2 تايم 2 تايم 2 اللي هي كام؟ 2 تايم 2 اللي هي كام؟ اللي هي 4. يبقى الانسر هنا 14. يبقى 2 تايم 14، 2 تايم 14 بلس ال n اللي هي 15، يبقى دي كده 15 ماينس 1 14، 14 تايم 2. يبقى الانسر هنا هيبقى عباره عن مين؟ الانسر هنا هيبقى عباره عن 15 اوفر 2 تايم 2 تايم 14 بلس 14 تايم 2. لقيت الانسر الثاني 420. 420 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. اف ساين اكس بلس كوزاين اكس ايكوال روت 2 زين ساين 2 اكس. بص يا استاذي، مين هي الساين 2 اكس؟ بس قال لي الساين 2 اكس دي هي عباره عن 2 ساين اكس كوزاين اكس. ازاي يوصل من ساين اكس بلس كوزاين اكس ل 2 ساين اكس كوزاين اكس؟ قال لي انت هتعمل باور 2 للتو سايدز دول. حلينا زيها في الاكسرسايز، ادي ساين اكس بلس كوزاين اكس اول باور 2، الكلام ده ايكوال روت 2 باور 2. طيب البراكت ده باور 2 لما باجي افكه بفكه ازاي؟ الاولاني تايم نفسه يبقى ساين سكوير اكس، بلس الثاني تايم نفسه يبقى كوزاين سكوير اكس. 2 تايم الاول تايم الثاني يعني 2 ساين اكس كوزين اكس. قال لي الله، طبعا روت 2 باور 2 دي بكام؟ ب 2. قال لي اول حاجه الكلام ده ب 1 بلس ده 2 ساين اكس كوزين اكس، ده عباره عن مين؟ قال لي ده ساين 2 اكس، يبقى ساين 2 اكس الكلام ده ايكوال 2. ال 1 ده بلس يروح السايد الثاني يبقى ماينس، يبقى الساين 2 اكس عباره عن 2 ماينس 1 اللي هي بكام؟ ب 1 لتر مين؟ لتر اي. If the average rate of a change in the f equal 2.4، يعني ال A H عبارة عن كام؟ عبارة عن 2.4. طيب وال X changed from ال X to ال 4.2، من ال 4 to 4.2. then the variation in ال F، أول حاجة بس هي مين هي ال A H؟ قال ال A H هي عبارة عن V H over H. طب ما أنا معايا ال A H ب 2.4 وعايز ال V H، عايز ال variation اللي حصل في الفانكشن. طيب يبقى انا محتاج ال h. طب مين هي ال h؟ قال لي ده التغير اللي حصل في ال x. طب ما ال x changed from ال 4 to 4.2، يعني 4.2 minus 4 اللي هي 0.2، يبقى ال h ب 0.2. نعمل cross multiplication يبقى ال v h عباره عن 0.2 تايم 2.4. 0.2 تايم 2.4 الانسر الثاني 0.48 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر B. The geometric sequence whose first term is A and its common ratio R is decreasing. Decreasing يعني الفاليو بتاعت الترمز قاعدة عمالة تقل. طيب أول حاجة كده أنا بالعقل كده، لو أنا
لو انا هنا الاي دي رقم بوزيتيف، ما هو انا بص عندي الاي رقم بوزيتيف، الاي رقم بوزيتيف، الاي رقم نيجاتيف، الاي رقم نيجاتيف. فانا همشي في الاول، اصلا انا لو مش حافظ لازم ابدا ايه استنتج. طيب انا هنا لو الاي رقم بوزيتيف، الاي مثلا 2، تمام، انا عايز الفاليو بتاعت ال 2 ده تقل، هعمل له تايم كام؟ قال لي ما هو انا الار هعمل لها تايم، يبقى انا دلوقتي بتكلم على مين؟ بتكلم مثلا على الفراكشن. طيب ليه مثلا ما يبقاش رقم نيجاتيف؟ ما الفاليو هتفضل تقل. ايوه بس لو انا عملت رقم نيجاتيف ده معناه ان هي تفضل مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، مره بتزيد ومره بتقل، فانا كده هعمل تايم في فراكشن. طب ليه يا مستر مش رقم بوزيتيف؟ ما انا لو عملت تايم 2 هتبدا تزيد، انا عايزها تقل. طيب الفراكشن اللي انا هعمله ده هيبقى انكلودنج بتوين مين ومين؟ هيبقى فراكشن، يعني ما علشان ما تزيدش لازم يبقى انكلودنج بتوين الزيرو وال1. يبقى لو الاي رقم بوزيتيف يبقى لازم الار تبقى موجودة منين لمنين؟ من الزيرو للون. طيب ده عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى decreasing، يعني مثلا لو الار بهاف ايه اللي هيحصل؟ هاف تايم 2 ب1، هاف تايم 1 بهاف، هاف تايم هاف ب1 اوفر 4، هاف تايم 1 اوفر 4 ب1 اوفر 8، وهكذا. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفاليو بتاعت السيكونس الترمز قاعدة عمالة تقل، يبقى احنا كده بنتكلم على decreasing. يبقى الانسر عندي ليتر مين؟ يبقى الانسر عندي ليتر بي. اف الواي ايكوال 10 اكس زين دي واي اوفر دي اكس، دي واي اوفر دي اكس يعني احنا عايزين نجيب الفيرست ديريفيتيف. لما اجي اعمل ده كده فيرست ديريفيتيف هتبقى الدي واي اوفر دي اكس هتبقى عباره عن مين؟ هتبقى عباره عن 6 سكوير اكس. طيب مين من دول قد ال 6 سكوير؟ قال لي بص يا مستر انا عندي رول كنا بنقول ان 1 بلس 10 سكوير اكس بتبقى عبارة عن مين؟ بتبقى عبارة عن 6 سكوير اكس. طب راجع لي على الباقي يا مستر، ال 1 بلس كوتان سكوير بتديني مين؟ بتديني كوسيك سكوير اكس. يبقى ال 1 بلس تان سكوير بتديني 6 سكوير، اما ال 1 بلس كوتان سكوير تديني كوسيك سكوير. قال لي يعني انا اقدر اشيل ال 6 واحط مكانها مين؟ واحط مكانها 1 بلس تان سكوير اكس. طيب يبقى 1 بلس مش ال 10 اكس بواي؟ طب لما اجي اقول لك بقى تان سكوير يبقى واي سكوير. يبقى ال 1 بلس 10 سكوير هي عباره عن 1 بلس واي سكوير اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. The function f هي عباره عن ال f x equal a، دي بيس وايز function عباره عن x باور 2 بلس 2x لما ال x smaller than or equal 1، وكانت 4x minus 1 لما ال x greater than ال 1. هو بقى بيقول لي at ال x equal 1 دي كده هتبقى continuous but not differentiable، continuous and differentiable، not continuous and not differentiable، not continuous but differentiable. طيب انا اول حاجه عشان اشوف اذا كانت هي continuous ولا لا هعمل ايه؟ هجيب ال f1. طب هي ال f1 دي موجوده فين؟ موجوده عند ال f1 to right to left، الاثنين زي بعض، فهشيل ال x واحط مكانها 1، ادي 1 باور 2 بلس 2 تايم 1، لقيت الانسر اداني 3. طيب مين ال f1 to right؟ ال f1 to right عند ال x greater than كانت عبارة عن 4 تايم 1 ماينس 1، لقيتها برضو طلعت كام؟ طلعت 3. يبقى مبدئيا كده هي continuous، يبقى دي كده غلط ودي كمان غلط، يبقى يا اما continuous و not differentiable يا اما continuous و differentiable. فهجيب ال first derivative عند ال 1 to left، بدل بقى ما نجيبها بال differentiability يعني نجيب first derivative. نجيب first derivative عند ال 1 to left، ال first derivative لل x باور 2 هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن 2x بلس مين؟ بلس 2. طب مش احنا بنجيبها عند ال 1؟ يعني هشيل ال x واحط مكانها 1، يعني 2 تايم 1 بلس 2. الكلام ده اداني كام؟ الكلام ده اداني 4. طيب ال first derivative عند ال 1 to right يبقى ال first derivative تحت. طب ال first derivative للشكل ده كان كام؟ كان 4. يعني ال f1 to right ال f داش 1 to right هي كمان طلعت 4. يعني ال f داش 1 to left قد ال f داش 1 to right. طيب ده معناه ان هي differentiable، يبقى المساله بتاعتي continuous and differentiable اللي هي letter مين؟ اللي هي letter b. f factorial n plus 1 equal 30 times factorial n minus 1. احنا اتفقنا دايما ان انا بشتغل على الكبير بخليه زي الصغير، فانا لما اجي اطلع ال n plus 1 دي بره الفاكتوريال هيبقى عندي n plus 1. طيب ما هو كده هيبقى جوه الفاكتوريال هيبقى فيه n، لا ده انا عايزها n minus 1، فهطلع ال n برضه فيتبقى لي مين؟ factorial n minus 1 equal 30 times factorial n minus 1. factorial n minus 1 هتطير مع الفاكتوريال n minus 1، اتبقى لي n times n plus 1 equal 30. طيب خلاص احنا هنا عايزين نشتغل كواد، عايزين ندخل التايم ونعمل فاكتورايز بعد كده عشان نجيب ال n بكام. n تايم n ب n باور 2 n تايم 1 ب n، ندخل ال 30 جوه بقت ماينس 30، الكلام ده equal 0. طيب بعدين يا مستر عايزين بقى نطلع مين؟ نعمل فاكتورايز مود 5 3. طلع لي الفاكتورايز يا اما ال n بنيجاتيف 6
يا اما ال n بكام؟ يا اما ال n ب 5. طب ال n ينفع تبقى بنيجاتيف 6؟ لا. طيب ال n تبقى بكام؟ ال n تبقى ب 5. if ال x square plus ال y square equal 9 plus 2 xy then ال dy over dx. طيب مبدئيا كده بص، انت لازم، انت عايز dy over dx، فانا هنا عندي مشكله ان انا عندي هنا y وهنا كمان عندي y، فبحاول اوصل واحاول اوصل لشكل يبقى يقلل لي الوايات دي. فانا اول حاجه هدخل الواي دي جوه، ال 2 اكس واي دي جوه، فيبقى عندي x باور 2 ماينس 2 اكس واي دخلتها في النص بلس y باور 2 ايكوال 9. طبعا الكلام ده احنا عملناه كذا مره فانت المفروض تبقى اتعودت عليه. دي x باور 2 دي y باور 2 واللي في النص 2 تايم روت الفيرست تايم روت الثيرد، فده كده اسمه عندنا في الماث بيرفكت سكوير، بيبقى براكت باور 2. طب مين اللي مين اللي بيتكتب جوه البراكت باور 2؟ سكوير روت الاولاني اللي هو اكس، الساين اللي في النص اللي هي الماينس، سكوير روت للتالت اللي هي واي. طيب بعدين قال لي ما انا عايز اخلي الواي بقى كده في سايد عشان لما اعمل فيرست ديريفيتيف يبقى الموضوع بالنسبه لي سهل. فالباور 2 ده لما يجي يروح هيروح السايد التاني يبقى ايه؟ يبقى الاكس ماينس واي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف سكوير روت لل 9. يعني الاكس ماينس واي ايكوال بوزيتيف اور نيجاتيف 3. يعني اكس ماينس واي ايكوال 3 واكس ماينس واي ايكوال نيجاتيف 3، وده مش هيأثر على الحل في حاجه يعني. الماينس واي هتيجي هنا تبقى بوزيتيف وال 3 هتيجي هنا تبقى نيجاتيف، يبقى الواي ايكوال اكس ماينس 3. طيب الماينس واي هتيجي هنا تبقى بوزيتيف وال 3 هتيجي هنا تبقى بوزيتيف برضه لان دي نيجاتيف 3، يبقى الواي ايكوال اكس بلس 3. زي ما قلت لك ان اذا كانت 3 او بص نيجاتيف 3 او بوزيتيف 3 ده مش هيأثر على حاجه، لان كده كده انا هعمل فيرست ديريفيتيف فالفيرست ديريفيتيف هيطير الكونستانت. طيب انا عايز دي واي اوفر دي اكس، فالدي واي اوفر دي اكس هنا هيبقى 1 والدي واي اوفر دي اكس هنا برضو هيبقى 1، لان زي ما قلت لك النيجاتيف 3 والبوزيتيف 3 مش هيأثروا على حاجه، فيبقى الفيرست ديريفيتيف بتاعي هيبقى لتر بي اللي هو ايكوال 1. عايز اعمل انتجريشن لبراكت 2 اكس ماينس 5 اول باور 6 بالنسبه للاكس. طيب مبدئيا ادي براكت وعليه باور واللي جوه فيرست ديجري، يبقى ايه اللي بيحصل؟ بزود 1 على الباور، بزود 1 على الباور، واروح جاي كده في الدينومينيتور عامل ايه؟ الباور الجديد تايم كوفيشنت الاكس اللي هو 2. الكلام ده طبعا بلس مين؟ بلس سي. طيب 7 تايم 2 دي 14، يبقى 1 اوفر 14 تايم 2 اكس ماينس 5 اول باور 7. الكلام ده بلس سي، الكلام ده اللي هو لتر مين؟ الكلام ده اللي هو لتر بي. Which of the following functions is differentiable at x equal to؟ طيب اول حاجه لازم عشان تطلع differentiable لازم تطلع continuous. طيب وعشان تطلع continuous لازم الليميت عند الليفت يبقى قد الليميت عند الرايت وتبقى defined at الايه؟ at البوينت ذات نفسها. طيب فاول واحده دي not continuous فبالتالي تبقى not differentiable. طيب ايه هو الشرط بتاع differentiable؟ ان بيقول لي هنا لو الكيرف has a sharp corner، هذا شارب كورنر عند البوينت دي. يعني ايه شارب كورنر؟ يعني ليه سن كده. طيب ادام هو ليه سن كده يبقى نوت ديفرنشيبل. طيب دي برضو اهي شارب كورنر. طيب دي هنا ما حصلش الشارب كورنر، هي سموز اهي، يبقى بالتالي دي مالها؟ دي ديفرنشيبل. يعني ده معناه ان الفيرست ديريفيتيف عند الليفت هيطلع قد الفيرست ديريفيتيف عند مين؟ عند الرايت، فبالتالي تبقى ديفرنشيبل. يبقى الانسر عندي لتر مين؟ الانسر عندي لتر دي. if ال f ل 3 minus 2x equal 3x square plus 1 then first derivative عند ال 7. طيب يبقى انا عايز اجيب ال first derivative لل f. طب ايه هو ال first derivative لل f؟ قال ال f داش ل 3 minus 2x time derivative اللي جوه. طب مين derivative اللي جوه؟ negative 2 equal. طيب 3x square ال first derivative بتاعها كام؟ 3 time 2 ب 6 يبقى 6x. طيب ال negative 3 دي time تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الفيرست ديريفيتيف ل 3 ماينس 2x تبقى عباره عن كام؟ 6 ديفايدد باي نيجاتيف 2 بنيجاتيف 3x. طيب هو عايز مين؟ هو عايز f داش لل 7. طب انا عايز اعرف الفاليو بتاعت الx لما الاكسبريشن ده يبقى ايكوال 7. يعني لما 3 ماينس 2x ايكوال 7 الx في الوقت ده هتبقى بكام؟ قال لي دي نيجاتيف 2x هتيجي هنا تبقى بوزيتيف وال 7 هتيجي هنا تبقى نيجاتيف، يبقى 2x هتبقى ايكوال 3 ماينس 7. يعني 2x equal negative 4. ال 2 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الاكس هتبقى بكام؟ بنيجاتيف 4 ديفايدد باي 2 يعني بنيجاتيف 2. يبقى انا لما اشيل الاكسبريشن ده واحط مكانه 7 الاكس في الوقت ده هتبقى بنيجاتيف 2. نيجاتيف 3 تايم نيجاتيف 2 الانسر اداني كام؟ الانسر اداني 6 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي.
sin a plus b equal 56 over 65 وsin a minus b equal negative 16 over 65 then sin a cosine b. طيب انا اول حاجه عندي ساين للسم وساين للديفرنس. طب انا اقدر اطلع التو رولز واقدر اشوف الساين ايه كوزاين بي اللي انا عايزها دي اوصل لها ازاي. طيب يبقى دي كده مين؟ دي كده ساين ايه بلس بي، ده رول السم. طب تعالى كده طلع لي الرول بتاعتها، هتبقى ساين ايه كوزاين بي بلس كوزاين ايه ساين بي. الكلام ده ايكوال كام؟ 56 اوفر 65. طب مين هي ساين ايه ماينس بي؟ نفس الرول بس اللي في النص ماينس، يبقى ساين A كوزاين B ماينس كوزاين A ساين B. ايه الكلام ده كان بكام؟ كان بنيجاتيف 16 اوفر 65. طيب مش دول كده تو ايكويشنز اهو، اعمل ما بينهم ادنج. ساين A كوزاين B بلس ساين A كوزاين B يعني مين؟ يعني 2 ساين A كوزاين B. طيب وادي ده راح مع ده. طيب 56 over 65 plus negative 16 over 65، لقيت الانسر اداني 8 over 13. طيب ما 2 دي تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، ما انا عايز ساين A كوزاين B، يعني 8 over 13 divided by 2 اللي هي ادتني كام؟ ادتني 4 over 13 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter B. If five geometric means are inserted between the A and the B, then the third mean. طيب ادي اول حاجه ده كده مين؟ ده كده الـ A وادي ده كده الـ B. ايه اللي حصل في النص؟ اللي حصل في النص ان عملنا five geometric mean. طيب يبقى الـ five geometric means دول هيبقى اول ترم منهم اللي هو الـ first mean هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن AR. طيب الـ second mean هيبقى عباره عن AR square. طب الـ third mean AR power 3. طيب AR بار 4 AR بار 5. طيب بعدين قال لي ده كده مين؟ قال لي ده كده الفيرست تيرم وده اللاست تيرم ودول الفايف مينز اللي انت بتقول عليها. هو عايز الثيرد مين. مين الثيرد مين؟ الـ AR بار 3. قال لي ما الـ AR بار 3 ده انا علشان اجيبه لازم يبقى معايا الـ A ومين؟ والـ R بار 3. مش انا معايا اللاست تيرم؟ اه. قال لي اللاست تيرم ده عباره عن مين؟ يعني البي ايكوال البي ده عباره عن مين؟ عن اي ار بار 6. طيب يعني الار بار 6 هي عباره عن مين؟ قال لي هي عباره عن اي اوفر بي، يعني الار هي عباره عن بي اوفر اي، يعني الار هتبقى عباره عن ايه؟ بي اوفر اي اول باور 1 اوفر 6. All power mean 1 over 6. قال لي تمام يا مستر. طيب انا عايز اجيب الثيرد مين. قلت له كده ايه الثيرد مين اللي هو عباره عن A R بار 3. قال لي ادي الـ A اهي. طيب الـ R بـ B over A all power 6 احط لها باور كام؟ باور 3. يعني A تايم B over A all power 3 over 6 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 1 over 2. طيب تمام يعني دي كده A time B power 1 over 2 over A time 1 over 2. طيب A over A power 1 over 2 ب A power 1 over 2 يبقى A 1 over 2 B 1 over 2. طب ما ال A 1 over 2 B 1 over 2 دي معناها A B all power 1 over 2. طيب يعني A power 1 over 2 ادي ده الباور اللي جوه على الباور اللي بره، يبقى ده كده سكوير روت ل A تايم ال B اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. The nth term of the arithmetic sequence m power 2. طيب the mth term equal n power 2، يعني الترم اللي الاوردر بتاعه n كان ال كان الترم ده ب m سكوير، والترم اللي الاوردر بتاعه m كان الترم ده ب n سكوير، وال m وال n دول not equal. Then the common difference. طيب قلت له بس اول حاجه كده انا اقدر هنا اجي اقول له ان تي ان هيبقى عباره عن مين؟ يبقى عباره عن ام بار 2، واقول له ان تي ام هيبقى عباره عن مين؟ هيبقى عباره عن ان بار 2. طب تعالى كده نطلع الجنرال تيرم بتاع الشكل ده، هيبقى ايه؟ بلس ان ماينس 1 تايم دي ايكوال ام بار 2. طيب للشكل ده ايه بلس الاوردر اللي هو ام ماينس 1 هنا بقى تايم دي ايكوال ان بار 2. طيب دول كده تو ايكويشنز انا عايز اوصل منهم للدي بكام.
فقلت له اول حاجه انا هوزع دي على الاثنين، فتبقى الاي ايكوال ان دي، ان هتدخل على الدي هتدخل على الان تبقى ان دي، والدي هتدخل على الون تبقى نيجاتيف دي. الكلام ده ايكوال ام برضه. طيب هنا نفس الكلام، الدي هتتوزع على الاثنين تبقى الاي ايكوال ام دي ماينس دي ايكوال ان برضه. ادي ده نمبر 1 وادي ده نمبر 2. انا عايز اجيب الدي بكام، فقلنا هنعمل ما بين الاثنين دول ماينس، يبقى ادي ايه بلس ان دي ماينس دي ايكوال ام بار 2. هنعمل ماينس يعني نعمل تشينج للساين لكل واحده من دي، يعني نيجاتيف ايه ادي نيجاتيف ام دي، ادي بوزيتيف دي، ادي نيجاتيف ان دي سكوير. طيب بعدين ادي بوزيتيف ايه ونيجاتيف ايه الاثنين راحوا مع بعض، ادي ان دي ماينس ام دي، ادي ده راح مع ده ايكوال ام سكوير ماينس ان سكوير. طيب لما اجي اخد من هنا هاخد مين؟ هاخد الدي كومن، فهيتبقى لي ان ماينس ام. طيب ده difference between two squares عبارة عن m time m minus n time m plus n. طب قال لي يا مستر دي n m ودي m دي n minus m ودي m minus n. طب انا هنا لو خدت من هنا negative common ايه اللي هيحصل لي؟ هيعمل change للساين، فهتبقى دي m minus n ودي equal مين؟ m minus n. الكلام ده equal m plus n. ال m minus n مع ال m minus n، يبقى النيجاتيف دي هتبقى عبارة عن M بلس N. النيجاتيف دي تروح السايد التاني تبقى D equal negative M minus N، يعني common difference عبارة عن مين؟ negative M minus N اللي هي letter مين؟ اللي هي letter C. The number of terms of the geometric sequence 5 و 10 و 20 لحد 1280. طيب أنا عشان أعرف أجيب الـ number of terms لازم يبقى معايا إيه؟ لازم اول حاجه هفكر فيها اروح رايح مطلع الاي. طب الاي هنا بكام؟ الاي هنا ايكوال 5. طيب اروح رايح مطلع الار، الار هي عباره عن 10 اوفر 5 اللي هي ايكوال 2. طب مين ال اللي هو اللاست تيرم 1280. طيب انا هجيب الجنرال، هجيب الجنرال، هساوي اللاست تيرم الرول بتاعته اي تايم ار باور ان ماينس 1. الكلام ده كان بكام؟ 1280. يبقى انا جبت الجنرال تيرم وسويته بال 1280 اللي هو اللاست تيرم، عشان اجيب الاوردر بتاع اللاست تيرم، فابقى عارف انا عندي هنا كام تيرم. ال A كانت ب 5 تايم ال R كانت ب 2 باور n ماينس 1 ايكوال 1280. ال 5 دي تايم هتروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى ال 2 باور n ماينس 1 ايكوال كام؟ 1280 80 divided by 5 اللي هي ادتني 2256. طيب زي ما احنا متفقين قبل كده، انا علشان احول الشكل ده ادي ده البيز ادي ده الباور ادي ده ال ايه الانسر، يبقى لوج ل 256 لما البيز كانت 2 الكلام ده ايكوال ان ماينس 1. ادي لوج لما البيز كانت 2 ل 256، يعني انا بقول له ايه ال 2 باور كام تديني 256؟ قالت اداني 2 باور 8، يبقى الكلام ده ب 8 ايكوال ان ماينس 1. الماينس 1 دي تروح السايد الثاني تبقى بلس، يبقى الان ايكوال كام؟ الان ايكوال 9. يبقى الانسر عندي ليتر مين؟ الانسر عندي كان ليتر دي. اف فاكتوريال ان ايكوال ايه وكانت فاكتوريال، عايز اعرف فاكتوريال ان ماينس 1. طيب مين الكبير الان ولا الان ماينس 1؟ الان. طب انا عشان اوصل من الان للان ماينس 1 بضطر اطلع هنا الان، وادي هنا فاكتوريال مين؟ n ماينس 1. الكلام ده كان بمين؟ كان بايه؟ ما انا فكيت ده كده طلعت ال n بره خليتها تايم فاكتوريال n ماينس 1. انا عايز فاكتوريال n ماينس 1، يعني انا عايز ده، فالان دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الفاكتوريال n ماينس 1 هي عباره عن a اوفر n. طب ال a اوفر n دي اللي هي ليتر مين؟ اللي هي ليتر d. انتجريشن لكوزاين 3x بلس 1 بالنسبه للاكس، كانت a sin 3x plus 1 plus c. طيب انا حل المساله دي بالنسبه لي عادي جدا، عايز اطلع انتجريشن بالشكل ده، مين كوفيشنت الx؟ 3، يبقى 1 over 3. طيب مين الانتجريشن للكوزين؟ بتبقى sin، يبقى 1 over 3 sin sin 3x plus 1. ايه الكلام ده بلس مين؟ الكلام ده بلس سي. طب ما هو الكلام ده هو اللي هو قايله، بس مش شايل لي ال 1 اوفر 3 وحاطط مكانها ايه، يبقى ال A هنا بكام؟ يبقى ال A هنا ب 1 اوفر 3 اللي هي لتر B. The first term of a geometric sequence equals the sum of the next infinite terms.
then the common ratio of this sequence. يعني ايه؟ قال لي الفيرست تيرم، الفيرست تيرم قد مين؟ قد السم بتاع النكست انفاينايت تيرمز، يعني كل الانفاينايت اللي بعد الفيرست دول السم بتاعهم قد الفيرست تيرم. يعني تي 1 قد مين؟ قد الاس انفينيتي. طيب ما تي 1 دي اللي هي بتبقى مين؟ اللي هي بتبقى الاي. طيب مين الاس انفينيتي؟ قال لي اي ار اوفر 1 ماينس الار. طيب ما مبدئيا كده الاي دي راحت مع الاي دي، فتبقى لي هنا 1 اوفر 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى ال1 ماينس ار ايكوال ار. الماينس ار ان هنا دي هتيجي تبقى بلس، يبقى ار بلس ار ايكوال 1، يعني 2 ار ايكوال 1. طب ما 2 دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الار ايكوال كام؟ الار ايكوال 1 اوفر 2 اللي هي مين؟ اللي هي 0.5 اللي هي لتر اي. بيقول لي اف الاف اكس هي عباره عن 3 اكس باور 2 بلس 2، then the rate of change of the function f at ال x equal 2 equals what؟ طيب مين هو الريت اوف تشينج؟ يبقى انا كده لما اجي اتكلم على مين؟ بتكلم على الريت اوف تشينج. قال لي ان الريت اوف تشينج هو عباره عن ليميت لما ال h تندس تو 0 لمين؟ لل a h. طيب مين هي ال a h؟ قال لي ما هو ليميت لما ال h تندس تو 0 ل f x بلس h ماينس f x. ايه الكلام ده اوفر مين؟ ايه الكلام ده اوفر h؟ يعني انا في اول مره اللي هي ال f x بلس h دي هشيل ال x واحط مكانها x بلس h، يبقى ادي ليميت لما ال h تندس تو 0 ادي 3 تايم x بلس h، يعني شلت ال x وحطيت مكانها x بلس h all power 2. ايه الكلام ده كله كان بلس 2 ماينس وافتح براكت 3 x power 2 بلس 2. ايه الكلام ده كان اوفر مين؟ الكلام ده كان اوفر h. طيب بعدين يا مستر قال لي هنا، طيب انا هنا عندي ايه؟ ادي ليميت لما ال h تندس تو 0 ادي 3 تايم وافتح براكت، عايز افك البراكت باور 2 ده، الاولاني تايم نفسه ب x باور 2، الثاني تايم نفسه ب h باور 2، 2 تايم الاول تايم الثاني يعني 2 h x. ايه الكلام ده كان بلس 2، الماينس هتدخل على الاثنين تبقى ماينس 3 اكس سكوير ماينس 2. ايه الكلام ده اوفر h؟ يبقى ادي ليميت لما ال h كانت تندس تو 0 3 بقى هتدخل على البراكت ده كله تبقى 3 اكس سكوير بلس 3 h سكوير بلس 6 x h. ال 2 هتروح مع النيجاتيف 2 يعني ماينس 3 اكس سكوير، ماينس 3 اكس سكوير هتروح مع البوزيتيف 3 اكس سكوير. طيب اللي فوق ده ماله؟ قال لي كل اللي فوق ده في h اقدر اخدها كومن، فانا هنا هاخد ال h كومن هيتبقى لي 3 h بلس 6 x. ايه الكلام ده كان اوفر مين؟ الكلام ده كان اوفر h، ادي ال h طارت مع ال h، يبقى انا هنا عندي ليميت لما ال h تندس تو 0 ل 3 h بلس 6 x. طبعا انا هنا لو شلت ال h وحطيت مكانها 0 فالانسر هيبقى 6 x. طب هو قايل لي ان ال x بتاعتي هتبقى بكام؟ انا بجيب ال rate of change عند ال x equal 2، يبقى لما اشيل ال x واحط مكانها 2 الانسر طلع كام؟ الانسر هيطلع 12. طيب هو مش ال rate of change ده معناه الفيرست derivative؟ يعني انا لو عايز اتاكد من الاجابه بتاعتي هروح رايح جايب مين؟ اجيب ال f داش لل x هتبقى كام؟ 2 times 3 ب 6 يبقى ادي دي 6 x. الله ده زي اللي انا طلعته بالظبط. طيب ما هو عايز بقى الاف داش عند ال 2، يعني هشيل الاكس واحط مكانها 2 فالانسر طلع كام؟ طلع 12. طبعا لو السؤال جالي مقالي لازم احله بالشكل اللي تحت ده اللي هو اللي انا عملته ده كله علشان خاطر اخد الستبس بتاعته، وبرده مفيش مشكله ان انا لو اتزنقت اقدر اعمل كده احسن من مفيش خالص يعني، بس الافضل بالنسبه لي ان انا الموضوع سهل وتعودنا عليه ولسه هنتعود اكتر في بقيه المودلز ان شاء الله. Find the number of terms necessary to be taken from the sequence 25, 23, 21 starting from the first term to make the sum equal كام؟ to make the sum equal 120. طيب هو انا اول حاجه هنا انا لو عندي هنا كام؟ انا لو عندي 23 minus 25 الانسر يطلع لي كام؟ الانسر يطلع negative 2، و21 minus 23 الانسر برضو طلع negative 2، يبقى ده كده مين؟ ده كده common difference، يعني دي كده مالها؟ يعني دي كده arithmetic sequence. طيب يبقى الفيرست تيرم بتاعها هيبقى عبارة عن مين؟ هيبقى عبارة عن 25
طيب الكومن ديفرنس قلنا 32 ماينس 25، فالانسر الثاني نيجاتيف 2. طيب هو عايز يعرف هما في كام تيرم يخلي لي السام يطلع 120 فروم الفيرست. طيب قلت له يعني الاس ان بالنسبه لك كان بكام؟ كان ب 120، انت عايز تجيب الان. طب ايه هي رول الاس ان؟ قال لي ان اوفر 2 بلس ان ماينس 1 تايم دي. ايه الكلام ده ايكوال كام؟ 120. طب مين هي الان؟ ده اللي انا عايز اجيبه، ان اوفر 2 2 تايم 25 ب 50 بلس الان ماينس 1، ده اللي انا عايز اجيبه. ادي بكام؟ ادي بنيجاتيف 2. الكلام ده طبعا تايم ايكوال 120. طيب هو اول حاجه هتيجي في بالي ان دي كده انا اقدر اعمل كروس مالتيبليكيشن هنا، فانا اقول له ان ال 2 دي تايم ال 120 فتبقى ال n تايم 50، وادخل النيجاتيف 2 على الاثنين دول هتبقى نيجاتيف 2n بلس 2. الكلام ده ايكوال 240. ايه اللي حصل؟ عندي كذا طريقه ممكن اقولها لك. ممكن اقول لك ان دي كده اسمها هاف n، فالهاف دي تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد 120 ديفايدد باي الهاف ب 240. وفي حاجه ثانيه ان ال 2 هنا دي ديفايد تروح السايد الثاني تبقى تايم، يبقى 120 تايم 2 ب 240. المهم ان دي 240. نوزع ال n على الايه؟ لا استنى الاول نجمع 50 بلس 2 ب 52 ماينس 2 n، الكلام ده ايكوال 240. نوزع ال n على الاثنين تبقى 52 n ماينس 2 n سكوير ايكوال 240. ندخل كل السايد اللي على اليمين ده تبقى بوزيتيف 2 n سكوير ماينس 52 n بلس 240. الكلام ده ايكوال كام؟ الكلام ده كان ايكوال 0. طيب عايزين نعمل فاكتورايز مود 53. مين كوفيشنت ال n باور 2؟ 2. مين كوفيشنت ال n؟ نيجاتيف 52. مين الابسولوت تيرم؟ 240. لقيت ال n طلعت ب 6 او ال n طلعت ب 20 او ال n طلعت بكام؟ ب 20. يبقى السام بتاع اول 6 تيرمز هيديني 120، والسام بتاع اول 20 تيرمز هو كمان هيديني كام؟ هيديني 120.